لي عندها شي مشكل في الشنطه اليوم نفضيو. السلام عليكم، صباح النور، صباح الخير، صباح التيسير، صباح كل حاجة زوينة. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، صحتكم لاباس، وليداتكم بخير، الصحة أهم حاجة، الصحة دائما تنقولها لكم، يعني فاش كتكون الصحة هذيك الإنسان كيكون بخير وعلى خير. هذا النهار فلوغ زوين، فلوغ متنوع، غنشارك معكم بزاف الحويجات اللي زوينين بزاف. هنايا كان الصباح اتصلوا بيا خواتاتي، كانوا خارجين هذا الصباح كيديروا لا مارش، ايوا يلا عيطوا لي قالوا لي عمر لينا غير شي بريري ديال اتاي، حنا جايين نفطروا معك. قلت لهم هي اللي ما تعاود. جيت لقوني اصلا كنت يلا كنوجد في الفطور، عمرت اتاي، جيت كنحط هنايا داكشي اللي قسم لها داكشي باش كنفطروا كل نهار. البنات اللي مازال كيسولوا فين يقدروا ياخذوا املو، زيت ارغان، العسل الحر، شي حاجه تكون زوينه، مناحل ارض الطيبات، دائما تنشكرهم لكم. هما عندما كناخذ ديما يا البنات كاينين في سوق الحد، تبارك الله المنتوجات ديالهم زوينين بزاف. هنايا حطيت داكشي اللي قسم الله وجلسنا فطرنا مجموعين، غادي نفطروا ان شاء الله ونكمل معكم النهار. هاد الصباح غادي نخرج لانه عندي بزاف ديال الاغراض وبزاف ديال الحوايج غادي نقضيهم. دائما فاش كنعرف راسي لا غد لي غادي نصبح خارجه ولا عندي ما يدير على برا، كنحاول ما امكن نصبح الدار تكون نقيه مجموعه بحال هاد النهار. حدي قديت غير لي شومبغ هكا، قديت الفرش دغيا دغيا وغسلت هذوك المعينات ديال الفطور، وداري كانت نقيه، يعني فاش غادي نخرج وغنرجع واخا نرجع عيانه ما غاديش نتبرزط مع الدار. الحاجه اللي كنوصيكم عليها دائما تنظيم الوقت، فاش كتنظمي وقتك كتقدري ديري كل شيء وكتقدري تقومي بالواجبات ديالك كاملين، خصوصا ملي يكون عندك النهار عامر. يعني الفياق بكري، نظم وقتي، كان عندي ما يدار نحاول نصبح داري نقيه، بحال هاد الحويجات هادو راه كيعاونوا بزاف. حاجه اخرى البنات، غير باش تعرفوها، الشغالات والروينه ديال الدار راه كاينه عندنا كاملين، بحالي بحالكم بحال جميع السيدات، خصوصا المنزل اللي كيكونوا فيه الوليدات الصغار راه ما يمكنش ما تكونش فيه روينه، مستحيل. راه كاينين نهارات البنات انا منكم اللي ما تنقدرش نهز الكاس من بلاصتو، يعني كيكون المورال ما عندك ديري حتى شي حاجه. عادي، حنا كنبقاو انسان بشر، كل مره كيفاش كتكوني، بعض المرات كتكوني عيانه ما قادره ديري والو، بعض المرات يكون عندك هكا المورال كتقدري تنوضي تقومي بالاشغال ديالك، تقومي بوليداتك وبدارك، عادي جدا. ما تحقريش راسك تقولي انا ولا خصني ندير جهد اكثر من الجهد ديالي. دائما كنوصيكم انا على هذه القضيه، ما ديروهاش، صحتك هي الاولى، ودير على قدر المستطاع ديالك وعلى قدر الجهد ديالك. هنا كنا جينا الكيابي، كنت خديت واحد لي بوط لرازان بنتي، كان جاها شويه صغير وجيت باش نبدلو ليها. ها هو البنات الموديل، جيت نبدل رازان، خليته لها داك النهار عجبني، ولكن كما قلت لكم لقيته صغير. عنده شحال فيه؟ 26 26 اللي غناخذ ليها. ماشي صافي ل 24. هذا غيجي هو هذاك راه صغير. دونك ناخذ ليها هذا. كاين موديلات صراحة زوينين، عمر فيهم حتى الكبار البنات. صراحة مدخلين لاكوليكسيون ديال البرد، ولكن راه البرد مازال ما جا. ويا لا كولا اللي خارجه هذا العام.
على بطري. شكرا. شكرا ايوب. نفتك. حاجه خرجت على قبلها هو هذا درازان. شوفوا ليا كي جاكم صراحه عجبني غزال. هو لا كولور زعما بغيت نلبسها مع شحال من حاجه. شفتو لها في البيج. شوفوا ليا كي داير كيحمق. ملي خديت هذا كيما قلت لكم درازان هذا خلاص خديتو له داك النهار هو وشي حويجه حتى ما كنتش بارطاجيتهم معكم. وكان جهه صغير كيما قلت لكم مشيت بدلتو ليها. خديت واحد تريكو لصوفيا. شوفوا لي شحال زوين في هاد لي سوريز من هنايا هكا تلبسوا مع الجينات ديالها. واخا انا راه خصكم تعرفوا واحد القضيه بناتي لا صوفيا لا رازا صراحه راه ما كيقدروش على الحوايج بزاف. شحال كتكون سخونه راه ما كيبغيوش كاع يلبسوها ليا. وسيرتو حنا اكادير ماشي كاع بارد الحال بزاف. مي المهم داك الصباح فاش كتمشي للمدرسه راه كيكون شويه البرد وخصها صراحه تولي تلبس الحوايج مزيان. وخديت ليها كيما قلت لكم هذا سخيخن بحال هكا مع الجينات يجي زوين في اللبسه ديالو. كنت في ال سي واي كيكي مشيت على وديت واحد السربيس صراحه كان يعجبني ذاك النهار. ايوا اليوم فاش مشيت شفتو باش زوين الحاجه اللي عجبتكم تاخذوها ديك الساعه. اليوم فاش مشيت لقيتهم صراحه حيدوا لا كوليكسيون ديال الخريف وجابوا لا كوليكسيون ديال نويل. المهم لقيت هذا شوف الشكل ديالو شحال غزال. هاد لوبول هكا ديروا فيه شحال من حاجه زوين. هادو كان مازال منهم ولكن كنت باغا تواصل لقيتهم غير مسالاو هذا وما بقاوش. الا قلت لكم هذا اللي لقيت. المهم خديت واحد باش نحيد منه شهوتي وصافي. هذا بوحديتو اللي لقيت فهاد الحجم. اللي كبر منه كاينين مازالين مي هاد الحجم هذا الوحيد اللي لقيت. كما قلت لكم راه لقيتهم خلاص حيدوا لا كوليكسيون كلها ما بقى فيها والو. قالت لي السيده صافي تقريبا تبع كلشي داكشي علاش حيدوها. اخرين فاش كنت في مرجان مشيت على وديت هاد اللاطه خاصني كانت خاصني صراحه شي وحده بحال هكا اللي نقدر ندير فيها البريوش شحال من حاجه كما كتشوفوا. خديت هذه اللي كتجي عريضه زوينه. خديت شي سريبتات هكا للكوزينه. خديت الحاجه ديال الحلوى. المهم داكشي اللي خاصني نبدا نتقديته فاش مشيت لسوق المسيره. ضروري فاش كنمشي لسوق المسيره كندوز عند ايوب خديت عنده الورد. شوفوا لي الالوان ديالو شحال كيحمق. الوان خريف غزالين. شوق لي صراحه فاش كطيحوا في هاد الالوانات بحال هكا في الورد سيرتو اللي كيكون طبيعي. ايوا لقيتو حمقني كتي دير لي هاد لي كولور هاد الصفر هذا وهاد الاورانج خطير. نشوفو ما شاء الله كيحمق. وخديت فاش كنت في السوق كنت حتى الخضراء وداكشي اللي كان خاصني للدار. ايوا صافي دابا غادي نمشي باش نرجع كل حاجه بلاصتها وعاد نشوف شنو نقدر نصيب للغدا ونبارطاجي معكم. من بين الاشياء اللي كتخلينا سعداء وفرحانين في حياتنا هو القناعه. القناعه بالقليل اولى بالكثير واكيد عدم المقارنه. ما عمرنا ما كنقارنوا حياتنا بحياه ناس اخرين. كوني اكيده نهار كتركزي على راسك وعلى حياتك وعلى الاهداف ديالك كتعيشي مرتاحه. اولا كتعيشي سعيده وكتوصلي الاحلام والاهداف ديالك. هذه من بين الوصايا اللي نوصي البنات كاملين اللي متبعيني ولا السيدات كاملين. لانه كنلاحظ لانه صراحه ما وراء التليفون ما كتعرفيش مع من كتهضري واش مراهقه واش بنيته صغيره واش. هذا الميساج كنحاول دائما نوصلو لكم من خلال فيديوهاتي دائما تنقولها لكم. انا على راسي ما عمرني ما كنقارن راسي مع ناس اخرين. كاينين الناس تبارك الله ما شاء الله اللي عندهم كثار وكاينين الناس اللي عندهم قل. وما عمر
تحكموا على الانسان من المظاهر، سورتو سورتو في المواقع التواصل الاجتماعي، هذه خدوها من عندي. ما عمركم تحكموا على الانسان لانه ما خفيه كان اعظم. ممكن انت اللي كتفرجي وكتبان لك حياتك اقل تكوني اكثر سعاده من ذاك الانسان اللي انت كتفرجي فيه. انا كنهضر اكيد عموما، ما كنهضرش على شي شخص معين، ولكن كنهضر معكم عامه بحكم بزاف ديال التجارب اللي دوزت زعما في حياتي، وبزاف الناس اللي عاشرتهم وشفتهم اللي تبارك الله ما شاء الله كي تنقولوا ما خصهم خير تبارك الله ما شاء الله، ولكن مع الاسف ما عايشينش فرحانين، ما كيعرفوش يعيشوا لذة الحياه، ما كيعرفوش يركزوا على حياتهم. كنعرف بزاف ديال النماذج صراحه، وكنعرف عاود ناس اخرين اللي هكا كي تنقولوا على قد الحال غاديين دقه دقه خطوه خطوه، ولكن مركزين على حياتهم وعلى ريوسهم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كيفاش عايشين واحد الحياة جميلة جدا، والسعادة كتبان لك ملي كيكون الإنسان سعيد بالصح، راه كيبان. وملي كيكون داكشي مصطنع أكيد راه كيبان. هنا جيت نوجد الغداء وفكرت في أسهل حاجة اللي ما غتشد ليش الوقت ودغيا دغيا نوجدها، لأنه هذه العشية بغيت نصور لكم واحد الفيديو في الانستغرام ديال واحد الوصفة ديجا شاركتها معكم صراحة هنايا، وبغيت نشاركها حتى مع الناس اللي متبعيني في الانستغرام. هني درت لي ستيك صراحة أسهل زعما ما تقدروا ديروها كالغداء ولا العشاء بلي شامبينيون. خديت لي ستيك دوزتهم في شوية ديال الزبدة كيما شفتوا معايا، درت مليحة شوية ديال البزار صافي. من بعد درت هذوك لي شامبينيون في نفس المقله نيت، زدت غير شي شويه ديال الزبده وصوديتهم حتى هما شويه، وكنزيد لا كريم باش هكا تكون عندي ديك لاصوص شويه عاقده. وكيما شفتوا معايا اول حاجه كندرتها هي لا بيوري، خديت البطاطا سلقتها زدت معاها معستها مزيان، زدت معها شويه ديال البزار شويه ديال المليحه حتى هي، وتا هي درت معها لا كريم. الا بغيتوا الفرماج تقدروا حتى هو تزيدوه، كتجي لذيذه وزوينه وتقدموها بحال هكا مع لي ستيك كتجي رائعه جدا. صافي من بعد ما عقدت ليا هذيك لاصوص هنا بس كنحط في طبق التقديم، كديروا لا بيوري في الجنب، ومن بعد كتحطوا هذاك الستيك ديال اللحم ديالكم وكتضيفوا عليه هذيك لاصوص. كتجي صراحه هذه الوصفه زوينه ودغيا دغيا كتوجد. من بعد ما تغدينا جيت مباشره باش نتهلا شويه في يدي، وغادي نشارك معكم اشنو كنستعمل بالنسبه ليدي. هذا روتين اسبوعي، كل اسبوع كندير البنات هذا الكوماج، شاركته معكم شحال من مره كيعطي نتائج رائعه جدا. هذا تقدروا ديروه للجسم ديالكم كامل، انا يدي رجليا وجهي ما كيخطانيش نهائيا. هذا ديال القهوه العربيه البنات باش مخدوم، ديال لا مارك اش ا كوزميتيك، هضرت لكم عليه شحال من مره، ومن بين اروع واحسن القماجات اللي انا كيعجبوني. والطريقه باش كنستعملو هي كنديرو على يديا ولا اي بلاصه بغيت نديرها فيه، كنخليه شويه على شكل ماسك، عاد من بعد كنقوميه. ما تنقوميش انا ديك الساعه، انا كنعتبرو ماسك وقماج في نفس الوقت. ما شاء الله كيفاش كيخرجوا يديكم ورجليكم الا كان عندكم تصبغات، كيبداو كيحيدوا كيرجع لكم اللون الاصلي ديال البشره ديالكم. انا كيعجبني صراحه بزاف بزاف، وكما قلت لكم تقدروا تستعملوا حتى على الوجه ديالكم، ما خفتو منه حتى شي حاجه، الحبيبات ديالو ما تجرحو ما حتى شي حاجه. وراه انا السنين وانا كنستعملو، خصوصا فاش كيفوت الصيف كتعرفوا هكا ليديات شويه كيشدوا اللون، وفاش كتبقاو ديروا ليهم البنات هذا الروتين اسبوعيا صدقوني غيكون عندك واحد ليديات ما شاء الله تبارك الرحمن. وكتعرفوا يدينا اكثر حاجه كنعبروا بها كنبقاو نهضروا بها، الناس اكثر حاجه زعما كتشوف لك فيها هي يديك ووجهك. هنا من بعد ما غسلت هذاك الكوماج ديجا كيخلي واحد الرطوبيه زوينه في البشره، كتحسي بيديك او اي بلاصه درتي فيها القماج رطيبه. جيت هنايا كندهن بلاك كريم، استعملوا اي كريم كانت عندكم مر، ما تغسلوا هذاك القماج باش هكا تحافظ لكم او يحافظ لكم على داك الترطيب في البشره ديالكم. وشوفوا لي ما شاء الله النتيجه، النتيجه هاضره على راسها.
هنا جيت نبدل لاديكو شويه، راكم عارفيني من الناس اللي كنمل وكنبغي كل مره هكا نبدل، واخا غير في الديكورات كتحسي براسك بدلتي حاجه هكا جديده في الدار. كما قلت لكم بدلت هاد الحويجات كنت خديتهم مؤخرا، الناس اللي متبعيني في الانستغرام راه كنشارك معكم تما كل شيء بالتفصيل، نصحكم البنات تبعوني تما كنشارك معكم جميع المشتريات. هنا كانت وصلتني الكولي ديالي من عند قصر النفيس، تخيلوا شحال وانا متحمسه توصلني هاد الكولي هادي بالضبط، لانه فيها شي حويجات زوينين بغيت نشاركهم معكم. اول حاجه هاد لوباك كنت صراحه ديجا شاركته معكم، كنت خديته شحال هادي وكنعجب الوالده ديالي وعطيته ليها كادو، وليت كومونديت واحد اخر زوين بزاف كيجي فيه داك المعمول كل واحد بريحه ورائع جدا حتى في لوباك ديالو. وخديت البنات هاد البخور الذكي حتى هو من عند قصر النفيس، هذا نهار ما كتبغيش تشعلي الفاخر اولا ما كانش متوفر عندك الفاخر وتبغي تشعلي شي حاجه تكون بخاتيك، كتجي واحد لابواط اللي فيها بحال عويدات ديال الند، وكتجي معاهم هذيك المبخره الصغيره وسط من لوباك كديريه الوسط وكتشعليه صافي وكتخليه كيبقى يطلق الريحه. وخديت هاد لوباك ديال هاد المبخره، هاد اللون صراحه شحال هو عاجبني، راكم عارفين انا كنحماق على الموف، خديت هاد المبخره اللي كتجي مع داك البخور وهاد التسابيح هذا، وكيجي فيه هاد الملقط باش كتهزوا البخور ديالكم وكيجي معاه حتى البلاطو. واللي بغيت نقول لكم كاع السيدات اللي كيبغيو ياخذوا لي بارفان شويه كرخاص، فريمون رخاص ماشي شويه، كيكونوا رخاص وكيكون التبات ديالهم صراحه عالي وزوينين، ننصحكم بهادو اللي شاركت معكم اليوم، الرائحه ديالهم زوينه بزاف، تقدروا تستعملوهم هاد الوقيته. هما التقليد ديال الروائح اللي كيكونوا اوريجينال، ولكن حتى هما صراحه زوينين والتبات ديالهم عالي. والحاجة اللي جيت نشارك معاكم هي اللوبان، اللوبان دائما أنا كناخدو من عند قصر النفيس كيحمقني، خصوصا هاد اللوبان المعتق بالعود هذا ديجا كان عندي ريحتو كتحمق يا البنات، فاش ما شاء الله تبخري بها الدار منعاود لكش واحد الريحة كتبقى شحال زوينة. وأنا كنت كنشارك معكم هاد اللوبان، هذا جديد أول مرة غناخدو عندهم، كاين عندهم لوبان أميري وكاين نغم، هادو صراحة هما جربتهم تا هما سقات الريحة ديالهم زوينة بزاف، عرفتو واحد التعليكة ما شاء الله في هداك اللوبان، وفاش كتلقيه في الدار الريحة كيفاش كتبقى لك غزالة وكتبقى شادة لك في الفراش، كتعرفوني الحاجة ديال التعطير كنعشقهم وكنحماق عليهم. هنايا جيت نشعل هداك البخور الذكي اللي قلت لكم راه كتبخرو به بلا فخر بلا تا شي حاجة، صافي كطفي من بعد وراه كيبقى كيطلق بحال الشكل ديال الند. هذه هي الوصفه اللي قلت لكم شاركتها مع الناس اللي متبعيني في الانستغرام، سينامون رول بعجينه ديال سوبر بون ديال ثيرموميكس، اللي كنت ديجا قلت لكم اعتمدوا هذه الوصفه اولا هذه العجينه هذه بالضبط في كاع المخبوزات ديالكم، سواء ديري الشهده سواء ديري هذا السينامون رول اولا اي حاجه راها كتجي زوينه وناجحه 100%، وتقدري تعمريها باش ما بغيتي المالح الحلو كتجي لذيذه بزاف. وهنا اكيد صايبت لي واحد الكويس ديال القهوه دايز والكلام، وغادي نجلس اختي نتمتع بهذا السينامون رول، صراحه كيجي لذيذ من اروع الوصفات اللي تقدروا هكا تقدروا وليداتكم في وقت الكوتي. راه كنشاركت معكم حتى نتوما هنايا في يوتيوب الوصفه ديالو، كتجي لذيذه بزاف وزوينه وما فيهاش صراحه المقادير بزاف، وتقدر اي وحده فيكم تجربها كما قلت لكم وتستمتع بها هي وليداتها. انا غادي دابا عند اش اكوستيك، غنمشي مع فوزي غتقدا شي حاجه ديال الماكياج خاصها داكشي ديال سكين كير، ايوا بيان سور الا كان الجدير غادي نبارطاجيه معكم. المهم تنوصلوا ان شاء الله. بغيت نهضر لكم على هادو، ما بقيت هضرت لكم اليوم ملي خديتهم داك النهار، فريمون صدقوا فنين هادو ديال، عاودي فكريني في السميه،
سول دي جينيرو ولا سول دي خينيرو صراحه راه فيهم بزاف ديال لي بارفان زوينين ديال الماء. شوفوا هادو راه الشعر واللوكور صدقوا فريمون فنيين. كنت خديت انايا الزرقاء والصفراء. الصفراء اللي كنت خديت من الريحه راه كتحمق. الزرقاء وهادي واقيلا ياك كيتلفوا لي دائما مع هادي. لا لا الروائح ديالهم مختلفين. شوفوا هادو البنات كما قلت لكم اللوكور هكا مرتدويشه الشعر فريمون كيحمقوا زوينين بزاف بزاف. اي بيان سو فاش كنجي عند حنان كنلقى الجديد ضروري كاين داكشي ديال السكين كير واعر. يلا كانت كتشرح لي عليه دابا غادي نبارطاجي معكم بيان سور باش هكا تشوفوا اشنو اللي داخل في الجديد هنا عند اش ا كوزميتيك. كاينه هاد البلاصه هادي فيها داكشي لا لا الجديد ياك كثرت ما كنشوفوا ليفيكاسيتي في هاد السكين كير ديال كوريا كل مره كتفننوا مزيان. قلت لكم الخابيه بدات كتجيب لكم القاع الخابيه اللي كيعرفهم غير لي كوريين جابتهم لكم دابا المحل. ها انتم يا البنات نوريكم الخير ان شاء الله. كاين خير كاين اللي عندها شي مشكل في الشنطه اليوم فضيو يلا صافي والله الا دونك بالنسبه لهاد لا مارك هادي ها هي عرفوا الناس بزاف بهاد السيرو ديال اجيكس واي حتى هي ماركه كوريه. هاد السيرو ديالها هو اللي معروف بزاف معروف بلي كيصحح التصبغات اللي كيكونوا في الوجه وكيفتح البشره وكيبلوكي الترطيب في الوجه ومزال حتى المسامات المفتوحه. بالنسبه لهاد السيرو كتعجبني حنان كتشرح مزيان. نتوما غير ركزوا معاها في الفيديو وسمعوا هي راه تشرح لكم على كل برودوي. اها كاين هنايا غسول زيتي. الغسول الزيتي هضرنا لكم عليه البنات شحال من مره زوين بزاف كينظف الاعماق ديال البشره ماشي بحال الغسول العادي وبيان سور ما كيبقاش مزيد في البشره كيتحول لصابون وكينقي البشره من الماكياج من اي حاجه كدي ماكيون كغسول كتريتمون ثلاثة في واحد ثلاثة في واحد بالصح. وكاين هذا ديال تونر بيوريفيون. بيوريفيون هذا بالنسبه لناس عندهم المسام اللي عندهم حبوب حيت خادمينها بسونتيلا وبليزيكسخا ديال الشاي الاخضر دونك يحيد حتى الحبوب ومزيان مسام. اصلا الشاي الاخضر معروف زوين الحبوب بزاف بزاف كيبقى كينشفو هو الشاي الاخضر كينشف الحبوب بلا ما ينشف البشره. وكاين هذا صراحه كنت كاف دايرينو هكا اول طونر كنشوف في لي برودوي كوريان عند الرشاشه دايرينو ديال الاستعمال اليومي تا هو بحال شكل ديال هذا السيروم كيفتح البشره ودايرينو بسونتيلا ودايرين فيه الياليرونيك اسيد ودايرين فيه هاد سالكس البا هي واحد الماده اللي كتمر كيقولها مرهم البشره كتعالج مشاكل الجلد وفي نفس الوقت كتفتح الترطيب حيت فيه الياليرونيك اسيد واحد الكونسونطراسيون زوينه يعني غير هو بلا ما تحسي بواحد الترطيب كبير ديجا كافي. والاستعمال ديالو يومي صباح وعشيه كاين ليكرون ديالهم اللي خفيفه بزاف. ها انتم راه تبارك الله جبت لكم سكين كير دو ا ا زيد كلشي حمايه من الشمس هي حتى هي يعني نفس لا مارك توجور كنهضروا على ليطاج على التصبغات على الحبوب. هاد لا كاب كتخاتي بزاف العيوب كيكونوا في البشره. البشره اللي كتكون حمراء اللي كيكونوا في هذوك الحبوب ديال لا روجاسي الحبوب الحموريه ديال غير ديال الحساسيه بحال اللي كتوجد البشره باش انها تادبت مع المناخ اللي ولا دابا. كاين هذا البي اش ا هو يا مقشر غير هما دايرين فيه البي اش ا يعني كيقشر ولكن كيكالمي لابو كيكالمي لابو باش انها تبقى باخر مع هاد الجم اللي كيكون. بالنسبه لهذا تا هو ديال السيروم جلوين كيفتح البشره ومزيان حتى التصبغات اللي كيكونوا في الوجه وكلشي كيقدر يستعمل هاد السيروم لانه يعني تقشر ماشي غير ليطاج حتى اللي غير كيكون مزيان. وعندنا هذا اختشاك هذا كيصدم البشره كيعطيها واحد ليفي كيصدم اختي با تصدم البشره ديالها باش تاخذ هذا تصدمي تصدمي معاه ولكن بطريقه زوينه هو كيكون كونسونطري. لاحظت مؤخرا في لي برودوي كوريان غادي نشوفهم من بعد ولاو كيديروا دي زومبول ما بقوش غير لي سيروم لي زومبول كيكونوا تخي كونسونطري على لي سيروم العاديين دونك هذا اختي شوك هو كيعطي داك ليفي انتونس كيسرع الريزولتا على لا فوالا هو هذا البنات. كاين هذا خطير بزاف تحت العينين الناس اللي عندهم الهالات السوداء اللي عندهم التجاعيد وكينشفوا لهم تحت عينهم بزاف. هذا ديالنا ديال نفس لامارك ديال نفس لامارك اجيكس واي. وكاينين هاد لي دو انا هاد السيروم هذا باش عجبني كيتحط سيرتو على لي طاش اللي كيكونوا في الوجه دونك غير على لا زون بالضبط ياك ما كنديروش على الوجه كامل ممكن سيرتو على لا زون. هذا راه كيلم كاع النوع ليطاش ممكن يكون في وجهه الانسان كيعالجهم كانوا ديال مشكل الكلف شنو ما كان النوع ديال ليطاش. هذا راه شوفي راه في واحد المكيطات هنايا داخل اييه هما نشوف كيبانو راه تري كونسونطري وزوين بزاف الناس اللي عندهم ليطاش كي قلت اي نوع ليطاش كيعالجهم.
وهذا ضروري تصبغيه مع شي حاجه تاتغطي حتى هذا ما تعتمديش عليه في الترطيب. ترى شفتو ثقيل شويه هذا الكريم اللي كيعالج التصبغات وكيرطب في نفس الوقت، يعني كيعطي ديك ليدغاتاسيون كتكون ديجا خاصنا في البشره ديالنا وفي نفس الوقت تريتمون. اسمع بعدا يلاه جات. سلام امينه. سلام امينه. لا يخطيك نكملوا. دونك فهاد لاكام هادي سميتها هاي ينصر. هاي ينصر بلي داك هضر بالكوري حنا. اختي وي هذا غسول رغوي كيدير الرغوه وكينقي البشره مزيان. المهم كاينه مثلا بحال هاد النوع ديال لي نيتوايو، الناس اللي كيكونوا عندهم البشره ديالهم البي اش ديالهم موحدش، يا اما كتكون زيتيه بزاف او لا ناشفه بزاف، بحال هاد النوع ديال الغسولات ديما كيوازنوا البي اش البشره ديالنا. بحال هكا ديري غسول في نفس الوقت في تونر كيوازن لك البي اش لابو ديالك وخلاص. كل واحد صافي فاش كيرتاح، كاين اللي كيبغي بحال هكا اللي جيني نتويو بحال هكا، كاين اللي كترتاح في الغسول الزيتي. المهم هنا راه بيان سور كتوفر لكم اسماء كلشي تبارك الله ما شاء الله، اي حاجه تبغيوها. سونتيلا يعني حتى هي كتكلمي لابو ديرها على حساب ليك. لا سونتيلا ولات معروفه بصح. وكاين هاد التونر هذا ما استغرب لانه فيه سونتيلا كتكارمي لابو وفي نفس الوقت ديما كتبريباري لابو باش انها تداري لها دي تريتمون لي سوا سيروم ولا كخام من بعد لي كيتخيتي لي لابو ديالنا. و سونتيلا ديما كنقولها لكم راه كيما راه كتكون سيكاتريس، كتحطي على سونتيلا كتحيد لا سيكاتريس لي في يديك لي في لابو ديالكم جينيرال. دونك هذا طونر لي كدار صباح وعشيه ادابتابل مع اي نوع ديال البشره، واخا تكون لابو ديالك هيبر سونسيبل بالعكس خصك ديري هادي حيت كتكارمي ليك لابو ديالك. وكاين السيروم ديال هاد الناس الحاجات اللي قلت لكم دابا في الطونر هما اللي كيديروا هاد السيروم. السيروم بيان سو دائما تيكون كونسونطري على لي كريم ولا كاع الحاجات، دونك كيكون تري ايفيكاس زعما على الاخرين. يعني الا درتي الطونر بوحدو وما درتيش مع السيروم راه كتنقصي واحد الحاجه في لاروتين ديالك كتكون ايفيكاس. داكشي اش كتوفر لنا اسماء لاكام دو ا زد، فهمتوا؟ انا دائما تنصحكم اللي غياخذ ياخذ لاكام كامله باش هكا تعطيك نتيجه اللي تتكون زوينه على البشره ديالك، كتحس بالفرق ديك الساعه فعلا. وكاين هاد البرودوي هذا بالضبط، هاد الماده اللي دايرين فيه خطيره. هاد بي دي ار ان هي واحد البودغ كيخدموها غير في ليزانجيكسيون اللي كيديروا للوجه، الابر ديال النظاره ولا الابر ديال الليفتينغ اي حاجه كيديروها للوجه. الابر خداو ديك الماتيغ وخدموها في هاد لي دو برودوي. فريمون هاد لاكام ها هي وصل فريمون خطيره باش انها تفكر تاخذ واحد الحاجه اللي ما درتيهاش في صنف بوتي ما ديرهاش شي بلاصه اخرى وديرها لك في دو برودوي. حاجه زوينه الصراحه يعني واعره استعمليها في لاغوتين ديالك بصح. هادي حتى هي ريفيفونت لابو، الا كان طايحه كطلعها يعني تبارك الله فريمون. يعني الا كنتي ديجا حتى كديري دي سوان بحال هكايا الابر وكديري ليفتي لابو ديالك وباغا شي حاجه تحافظي كثر على داك هذاك السوان اللي درتي خديها. وحتى الا كنتي خايفه من داك النوع ديال الابر خدي هاد لي دو برودوي، واحد كريم كونتور دي زيو والثاني سيروم اللي كدار لو فيزاج كامل. ها انتم كيعوضوا دوك الابر بلا ما انك تكي على داك الشيء. المهم اختي راه قلت لكم حنان اليوم اللي عندها شي مشكل في البشره ديالها اليوم يتحل. اليوم نفكو اختي كيما بغا يكون. وعندهم هاد لي كرون هادي اللي خفيفه تخي ليجير صراحه كاينين بزاف ديال الفام كتبغي شي حاجه فريمون خفيفه على البشره ما تكونش غير مبينه بحال ما درتي شي حاجه. اكزاكتو دونك هذه ديالهم، هذه ديالهم حتى ديال الناس عندهم لابو سونسيبل هذا نفعهم. كاينين بزاف ديال البرودوي ديجا راه كيعرفوهم الناس هنايا في لاكام. ها هما ديجا كنا هضرنا لكم عليهم ديسبونيبل كما كتشوفوا. ليكرون هذه جديده ديالهم، تونر كاين هذا. المهم هاد لي برودوي كاملين كنا ديجا شرحنا لكم عليهم وهضرنا لكم عليهم، واللي كانت خاصها شي حاجه راه حنان في الخدمه تعاونكم. هذا هو الدور ديال الاساسي هنايا. وثاني برودوي اولا ثاني كام نهضر لكم عليها هي هذه. شوفوا غير شحال زوينه بعدا القريعه يا البنات. شوفوا شوف وتبارك الله هذا السيروم كبير، هذا سيروم ياك. هذا هو نورمالمون بحال شكل السيروم ولكن هذا اللي قلت لك ديك الساعه اون بول كيكون تري كونسونطري على السيروم باش عجبني. كبير تبارك الله. شوفوا الكونتيتي ديالو صراحه قليل فاش كتلقيه بحال هكا دي برودوي كبار بصح والله الا. بالنسبه لهذه ديال لاكام سونتيلا مدغشقر خادمينها بسونتيلا كي قلت لكم ديجا عليها راه زوينه اكليرسيسونت وباش عجباني من غير انها كتفتح البشره كتكالميها ماشي كتفتح حتى 13 كتزولهم. وهاد الكويرات هادو شفتوهم هادو راه دي فيتامين سي داروهم كارديبولو. وصراحه لا فيتامين سي خص الواحد يبقى يدخلها دابا في لا روتين ديالو ما حد بدا كيبرد الحال، مهمه فريمون كتعطي واحد الاشراقه للبشره رائعه جدا. اكزاكتومون. او حتى هذه ريحه لي فيتامين سي فيها بزاف ديال لي زيكستري لي سكين كير كوريان ما كيخدموش فيتامين سي ديريكت ضروري كياخذوا لي زيكستري ديالو باش حتى الا كانت لا بوسونسيبل او لا كتهيج ما كتاثرش. دونك حتى هذا راه كنظن دونك هاد القضيه مزيانه.
هذا شي صرح بزاف تيهضروا عليه وتيقولوا راه زوين. هذا الكروس ديال الشعر. اها الكروس ديال الشعر صافي كديريه كيرجعك شعرك مطلوب وكيف وديك اللمعه. احسن حاجه هو هذا ديال فينو. ها هو راه دونك راه ديسپونبل حتى الا كنتو باغيينو صراحه بزاف قالوا راه زوين اونت هاد لي تلفو بيناتهم. اها صافي اليوم هادي كيعرفوها الناس ياك. هادي هي اللي معروفه بزاف وكلشي كيهضر عليها. اها كديرها في الوجه كتحسي بها خفيفه. راه طاحت كانت خداتها قالت لك عجبتها حتى انا حتى انا كنت خديتها فريمون زوينه بزاف. زوينه بزاف كتحسبها خفيف على الوجه. هادي خفيف منها حتى انا كتعرق بزاف من وجهها الا شي حاجه تقدر تخنق اولا عندها مسام واسعه اولا عندها الحبوب دونك تاخذ هادي سيرتو اللي عندها الحبوب اكتيف. يعني ها هي البنات شوفوا هادي جديده قلتي لي حنان هادي اخر ما خرجوا اكوا فريش حتى هي راه فيها الروز. اها وحتى هي مرطبه ولي في ديالهم فينال كلشي كيعطي داك لي في انستونتاني اكلا كيعطي داك لي جروي في لابو. المهم زعما زوينين بجوج غير هو دايرين على حساب نوع البشرات الاخرين اللي كيقولوا بغينا راحه اكثر في ليكرون ديالنا هذا ليكرون خاصه. وبالنسبه للاكار ديال رالفو اللي ولات دابا دايره البوز بزاف وماشي على والو هادي تالمو افيكاس ولا الناس كيقولوا واش زعما سيف زعما ما خفنا والو. خاص تعرفوا بلي ما فيهاش المقشير اها ما كيقشرش يعني ما كيرجعش في الكحوله. الحاجه اللي كتقشر هي ممكن دير لك الكحوله اللي ما كنتيش كتعرفي ديري الحمايه البشره ديالك من الشمس. فعلا فيها اكرون اللي كتفتح تفتيح وكاين فيها كريم ديال الليل راه كونسونطري وخا يبان لكم صغيورين فريمون كتاخذوا كونتيتي قليله منهم 50 غرام راه داكشي. اها كبيره اي لومبالاج ما كبر لومبالاج كيبان صغير وديجا كياخذوا غير شويه راه كافي بصح ديرو ثقيله. دونك هذا كريم ديال الليل كدير الوجه كامل تقدر دير حتى كونتور دي زو ديالك قلت لك ما فيهش القشير. دايرين كريم بحالو تاع الصباح هاد الجوج هادو كيحيدوا لك التصبغات وكيحيدوا لك وكيطيروا لك التفتيح يعني كيوحدوا لك لون البشره وكيعادوا التصبغات. وهادي اللي عندها البشره ديالها خصها تفتيح ولا عندها التصبغات هنايا ما حطش لها ماشي اللي عندها الكلف مثلا ولا هذه خاصه اللي عندها الكلف واللي عندها النمش وعندها سيرتو الكلف والله الا شي حاجه اللي كيعانيو منها السيدات بزاف مساكن وما كيلقاوش ليها حل. دونك راه كاينين كريمات بحال هكا اللي يكونوا تري زيفيكاس. حنا كنحاولوا نجيب لكم كل شيء باش اللي جات قاصده شي حاجه تلقاها ان شاء الله تشوف اللي كيناسبها هي كشخص لا روتين ديالها. وانا اصلا هنايا باش نشوف معاك لابو ديالك. هادشي باش كتعجبني حنان راه تعاونكم في اي حاجه بغيتوها البنات. وكما كتعرفوا دابا حنا في فصل الخريف الشعر ضروري كتخصو عنايه خاصه. هي زيت الاميرات راه متوفره هنايا في لو ستوك من احسن الزيوت اللي تقدروا تستعملوا لشعركم وشعر وليداتكم البنات فريمون زوينه بزاف. ما غاديش كنا عليكم تعيينه صراحه غير اللي ما بغاتش تهلا في شعرها. كما قلت لكم دابا وقت الخريف الواحد ضروري هكا تعاوني الزغبه ديالك كما الشجر كيطيح الاوراق ديالو راه حتى الشعر ديالنا هو كذلك في هذه الوقيته هذه. دونك حاولي ديروا لي واحد لاغوتين اسبوعي لكل اسبوع ديري هكا شي تشقيقه اللي تكون زوينه. انا كنت ننصحكم صراحه ننصحكم بزيت الاميرات فريمون زوينه بزاف. اها الكونسيبت ديالهم زوين حتى الثمن ديالهم مناسب. وهذا ديال لي بحال هكا هادو ديال ايفسا لوغون البنات الريحه ديالهم فنه وتقدروا تستعملوا في هذه الوقيته معاهم تخوس كتجي صغيره والكبيره ياك. اها تيستور صغيور وفيها الكبيره وفيها الكبيره وحتى كوم كادو صراحه زوينه. اه وهاد لا اي بيان سور لي كوفر ما شاء الله راه كاين تبارك الله لا في ديال الرجال لا في ديال لي فام راه فيهم زعما على حسب اللي بغيتو. ها انتم ما شاء الله معكم حنان اللي تبارك الله تتفهم ما شاء الله في الدومين ديالها وكتشرح لكم هادشي باش كتعجبيني. كنشكرك الناس يقول لك كنجيو عند حنان كنستشروا معاها كتعطيونا شنو بغينا. لا الحمد لله لا لا اختك الزينة فرحانين صافي على داكشي اللي لا لا اختك حبيبه شكرا بزاف بارك الله فيك. هاد الماسك بكثرت ما كنشوف الناس كيشكروه في السوشيال ميديا فاش مشيت عند حنان حتى هي صراحه بقات كتشكروا لي بزاف قالت لي عليه دي غوتور بزاف زوينين من عند الناس خديتو باش انا نجربو وان شاء الله من بعد نقول لكم الراي ديالي فيه. كيقولوا بلي كيعطي داك الشعر الزجاجي بحال داك البشره الزجاجيه بحال كيولي فيه واحد اللمعه زوينه. المهم ان شاء الله من بعد ونقول لكم رايي الصريح عليه. هنا جيت للكوزينه بديت كنصايب في العشاء لوليداتي غادي نصايب ليهم لي بات بلي فخوي دو مير. صراحه انايا لي بات احسن حاجه كتجيني ولا اسهل حاجه اللي ما كنبقاش هكا واقفه مده طويله في اللي في الكوزينه ودغيا كتوجد. وكل مره كنصايبهم ليهم بطريقه في شكل وخصوصا انا بلاتي اصلا كيحماقوا على لي بات راه ديجا قلتها لكم باي طريقه ديرهم ليهم كياكلوهم واخا زعما غير تسلقوه هكا مع الحليب كيعجبوهم بزاف. المهم هنايا خديت بصيله
سلقت لي بات هما الاولين كيما شفتوا ديروا اي نوع كان عندكم. خديت بصيله شلطتها وحمرتها شويه في مقيله، درت شويه ديال الملحه شويه ديال البزار، زدت عليهم شويه ديال لي كروفيت وشويه ديال السيبيا اللي كان عندكم صراحه تقدروا ديروا حتى الكلامه ولا اللي كان متوفر عندكم، وزدت عليهم لا كريم فريش، ومن بعد غنزيد عليهم هذوك لي بات كيجيو ولدادين ما تشبعوش منهم صراحه بهاد لا صوص بلونش بحال هكا صافي. ومن بعد غادي نزيد عليهم فرماج، كيبقى اختياري بغيتو ديروه فرماج غابي ديروه، ما بغيتو تقدروا تكتفيوا بهم غير بديك لا كريم كتجي فيهم واحد اللذه رائعه جدا. المهم هنايا صافي كنت عطيت لوليداتي يتعشاو والبنات يتعشاو ومشيت درت لا روتين ديالي. هنا الغزالات غنسد معكم لا فيديو ونقول لكم شكرا على اي كلمه طيبه كتكتبوها في حقي، وما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير الزوينه ديالكم كنحاول نقراهم كاملين، ونقول لكم تصبحوا على خير وان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر.